الإقبال ممتاز، كان ما وجدنا أي حتى الآن أي صعوبات تذكر لي هي هذه الصعوبة اللي ممكن يشار عليها بالصعوبة. هي بعض الأحيان تكون مشاكل البطاقة الشخصية اللي هي البصمة، وخاصة واجه لها مع كبار السن أحيانا تكون قاري ما يقرأ البصمة، ولكن في معالجة، في خصصنا قاعة لتجاوز البصمة والحمد لله نجحنا فيها. المشكلة الثانية لأن قد يكون يجينا المواطن ويقول أنا مفعل بطاقتي ومسجل في السجل الانتخابي، ولكن لما نرجع للسجل الانتخابي نجد أنه اسمه غير مسجل في السجل الانتخابي. قد يكون ادعاء وقد يكون كلامه صحيح، قد يكون سقط اسمه سهو من التسجيل في السجل الانتخابي، وقد يكون ربما يكون ادعاء فقط. تغلق الصناديق في الساعة 7 ومن ثم تغلق تشمع بالشمع الأحمر وتنقل الصناديق عن طريق جهات أمنية لغاية ما توصل للمكتب، ومن ثم أيضا نفس القاضي اللي أغلق المفاتيح سابقا هو من يقوم بفتح الصناديق أمام المترشحين. يكون المترشحين موجودين يطلعوا على الصناديق عددها، هل فيها عيوب، هل فيها كسر. طبعا القاضي ما يستلم أي صندوق فيه عيوب، ربما يكون كسر أو مشروع القفل أو شيء من هذه الناحية ممكن، وله إجراءات وهذه هو مسؤول عن الأشياء هذه. على المترشحين أنهم يغادروا قاعة الفرز إلى قاعة خاصة لمتابعة نتائج الفرز، المتابعة وليس مشاهدة، هي متابعة الأصوات لأنها تنزل الأرقام عن المترشحين. القاضي في ذاك الوقت هو المركز الفرز، لا يمكن بأي حال من الأحوال، حتى أنا شخصيا رئيس لجنة ما ممكن أن أدخل القاعة إلا إذا هو طلب مني أن أدخل، وإنما فقط يبقى القاضي هو والأعضاء مال داخل اللجنة داخل قسم الفرز.